بسم الله الرحمن الرحيم. الداء السكري والعلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري. مكتشف العلاج بالماء الساخن. شهادات المستفيدين: رسم بياني لمستويات السكر في الدم، الفئة طبيعي، قياس السكر الصائم، الحد الأدنى 70 ميليغرام على ديسيلتر أو 4 مليمول على لتر، الحد الأقصى 100 ميليغرام على ديسيلتر أو 6 مليمول على لتر، ما قبل السكري 101 ميليغرام على ديسيلتر أو 6.1 مليمول على لتر، الحد الأقصى 126 ميليغرام على ديسيلتر أو 6.9 مليمول على لتر، سكري الحد الأدنى أكثر من 126 ميليغرام على ديسيلتر أو أكثر من 7 مليمول على لتر. شفاء مواطن سعودي من الداء السكري خلال شهرين من 300 إلى 113 صائم ومن 280 إلى 105 فاطر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم الأخ العزيز فارس الحجري. تحية طيبة ونحمده الله تعالى على الصحة والعافية. تجربتي مع الماء الساخن كالتالي: قبل استخدام الماء الساخن كان سكر صائم 300 وفاطر 280، وبعد استخدام الماء الساخن بعد مضي شهرين أصبح 113 120 124 صائم فاطر 120 105 117، والحمد لله على الصحة والعافية. تبوك السعودية أبو عمر. شفاء مهندس مصري 28 سنة من الداء السكري نوع ثاني تراكمي من 409 أي 22.7 إلى 95.4 أو 5.3 خلال 3 أشهر. تجربتي في العلاج بالماء الساخن والشفاء تماما من مرض السكري بفضل الله تعالى وبفضل الدكتور العالم فارس الحجري، حفظه الله ورعاه وجزاه عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أنشر تجربتي دي عشان أخواني يستفيدوا منها بإذن الله وينادوا بالفعل من مدى نجاح العلاج بالماء الساخن، وفعلا بإذن الله أفضل علاج للشفاء من جميع الأمراض. أنا عمري 28 سنة ومن حوالي شهر عرفت أنا عندي سكر من النوع الثاني والحمد لله، وطبعا كنت حاسس حياتي كلها دمرت تماما، وكانت نتائج التحليل عالية جدا. بعد استعمال برنامج الماء الساخن لمدة 3 أيام فقط انخفضت نسبة السكر من 275 إلى 175 كما هو موضح بالتحليل. كما أني مصاب بالسكري في البول أيضا لأن نسبة السكر في الدم كانت عالية كما وضحنا سابقا، ومبين وجود السكر بالبول بالتحليل الآتي. بعد استعمال الماء الساخن يوميا بالطريقة التي أرشدني الدكتور فارس النتائج كانت كالآتي: 29 يونيو 138 117، 30 من يونيو 156 110، الأول من يوليو 111 122، الثاني من يوليو 105 120، الثالث من يوليو 115 116 95، الرابع من يوليو 111 122 107، الخامس من يوليو 121 134، السادس من يوليو 104 99 101، السابع من يوليو 111 151.
وبفضل الله رب العالمين كل يوم كنت أشعر بتحسن أكثر، وكنت أقيس نسبة السكري في العمل، وأقصى نسبة سكري كانت 153 فاطر، أي إنها في المعدل طبيعي جدا. وصائم كانت 97، والحمد لله رب العالمين هذا الشهر أجريت تحليل تراكمي، ومن قبل إجراء التحليل أخبرني الأطباء أنني لست في حاجة إلى إجرائه، لأنني شفاني الله من السكري بناء هذه النتائج. وعندما أجريته فوجئت أن نسبة التراكمية جميع أصبحت بفضل الله رب العالمين 5.3، والسكر الفاطر كان 108. من 3 أشهر فقد كانت النسبة 8.5، أي عالي جدا، والآن بفضل الله أصبحت 5.3. وأجمع جميع الأطباء أنهم لأول مرة يروا مثل هذه الحالة، والحمد لله رب العالمين. وحاليا أي من أقاربي أو أصدقائي مصاب بالسكري أوصف له هذا البرنامج وحالته تتحسن بفضل الله رب العالمين من أول أسبوع. مهما فعلت أو فعلنا جميعا لن نستطيع أن نفي بحق الدكتور فارس، علينا ولكن رب العالمين سيوفيه أجره، وهو أكرم الأكرمين. جزاك الله عنا خير الجزاء يا أعظم عالم في العرب. رد المهندس إبراهيم على تغريدة الدكتور خالد النمر التي انتقد فيها العلاج بالماء الساخن بأنها خرافات، مؤكدا فيها شفائه من الداء السكري نوع ثاني. هذا عن تجربتي الشخصية، والله على ما أقول شهيد. وجزي الله عنا الدكتور فارس الحجري خير الجزاء، فهو السبب في شفائي بفضل الله تعالى. رجاء دكتورنا الكريم لا تحبط الناس أو تخوفهم من الماء الساخن، فوالله الذي لا إله إلا هو هذا العلاج الرباني هو الوحيد القاهر للسكري. وحاليا الحمد لله رب العالمين شفيت تماما من السكري بفضل الله تعالى. وممكن أن أرسل لكم التحاليل الطبية قبل تناول الماء الساخن وبعده. وجدت أبحاث الدكتور فارس الحجري عن الماء الساخن فوائده للسكر، وحقيقة بمجرد استعماله لمدة 2 أسبوع فقط ظهرت نتائجه. أنا المهندس الاستشاري إبراهيم يونس كنت مصابا بالسكري من النوع الثاني، وكان يصل إلى 450، وشفاني الله باستعمال العلاج بالماء الساخن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حبيت أنشر تجربتي دي عشان إخواني يستفيدوا منها بإذن الله، وينادوا بالفعل مدى نجاح العلاج بالماء الساخن. وفعلا بإذن الله أفضل علاج للشفاء من جميع الأمراض. من حوالي شهر عرفت أنا عندي سكر من النوع الثاني والحمد لله، وبالبحث على الإنترنت وجدت أبحاث آتى العالم الدكتور المهندس الحجري عن العلاج السكري بالماء الساخن، ونشرت اللي حصلي في 2 فقط من استعمال الماء الساخن. وبعدها واضطت بفضل الله تعالى على العلاج ده، وحبيت أدون النتائج اللي وصلتها في 2 اللي فاتوا عشان أعرف نسبة السكر عندي بتزيد ولا بتنقص ولا إيه. ونتائج كانت بفضل الله مبشرة جدا، بعد ما كانت نسبة السكر عندي في البداية 275 صائم.
وبعدين وصلت إلى 175 صائم زي ما قرأت في مشاركتي قبل كده. ده غير أن الدوخة والزغللة والدخول للحمام بكثرة عزكم الله والعطش الشديد، الأعراض دي كلها اختفت بفضل الله تعالى. النتائج دي طبعا صائم وفاطر مع الالتزام ببرنامج العلاج بالماء الساخن والمشي يوميا لا تقل عن نصف الساعة وتقسيم الوجبات والابتعاد تماما عن السكريات، والنتائج كالآتي بفضل الله: حسب الجدول أدنى وأقصى مستوى سكر 101 156. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربتي الشخصية عن العلاج بالماء الساخن في يومين فقط، أنا كشفت يوم الأحد الماضي وجدت أنا عندي سكر لأول مرة ولله الحمد، وحللت الصائم وجدته 275 طبعا عالي جدا، وبحثت على الإنترنت وجدت أبحاث العالم الدكتور المهندس فارس الحجري عن علاج السكري بالماء الساخن، وطبقت العلاج لمدة يومين مع الامتناع التام عن أكل أي سكريات والمشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا. واليوم الأربعاء حللت السكر صائم فوجدته 170، يعني نزل خالص بفضل الله تعالى. حتى الدكتورة استغربت أنه إزاي نزل المعدل ده في اليومين دول، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قلتها عن العلاج بالماء الساخن لكي تنصح به مرضاها، وأعجبت جدا بالطريقة دي تجربتي الشخصية عن العلاج بالماء الساخن، وغير أنه نزل السكر عندي بفضل الله تعالى، إلا أنه ريحني داخليا ومش بجوع بسرعة زي الأول. وإن شاء الله وبإذن الله رب العالمين سأستمر في العلاج بالماء الساخن إلى أن يشفيني الله تماما منه ومن أي مرض بإذن الله، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينها وملء ما شاءت من شيء ما بعد، واللهم جازي الدكتور فارس عنا خير الجزاء يا رب العالمين. 8 أبريل 2017، نوع الفحص الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي والمعروف بالسكر التراكمي، النتيجة 5.7 الوحدات نسبة مئوية، المعدل الطبيعي 4.5 إلى 6.4. السلام عليكم يا أعظم دكتور في العالم، الحمد لله رب العالمين، هذه نتيجة السكر التراكمي وللمرة الثانية على التوالي، نسبة طبيعية جدا والحمد لله رب العالمين، مواظب تماما على الماء الساخن وبنصح به كل من أقابله، وجزاك الله عنا خير الجزاء. خلاص نتائج الفحص الطبي للمهندس إبراهيم بشفائه من داء سكري نوع ثاني، النوع تراكمية، وحدة القياس قبل العلاج 409 ميليغرام على ديسيلتر أو 22.7 مليمول على لتر، بعد العلاج بين 108.7 إلى 95.4 ملي غرام على ديسيلتر أو 6.03 إلى 5.3 مليمول على لتر. صائم قبل العلاج 170
ميليغرام على ديسيلتر أو 9.44 مليمول على لتر. بعد العلاج صايم 97 ميليغرام على ديسيلتر أو 5.38 مليمول على لتر. فاطر قبل العلاج 153 ميليغرام على ديسيلتر أو 8.5 مليمول على لتر. بعد العلاج فاطر 108 ميليغرام على ديسيلتر أو 6 مليمول على لتر. يرجى الاشتراك في القناة، نشرها، طلب الآخرين بالتسجيل، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك. وشكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.